ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم فيه من نوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة
بدعة أضرب خليل 20 مرة عم حد وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا الله أكبر.